انت النهارده جاي بتقول ايه لمصر وللمصريين وللرئيس السيسي؟ احنا بنقول للرئيس السيسي احنا بنحبك كتير قوي قوي قوي، واحنا جايين احنا من المانيا من مدينه ديسلدورف 600 كيلو، وجايب بنتي صغيره معايا، واخدين النهارده اجازات عشان نحييك ونقول لك ربنا يخليك لمصر، ربنا يخليك لمصر. انت بتحب الرئيس السيسي؟ وجاي النهارده علشان تشوفيه؟ النهارده تقول ايه في استقبال الرئيس السيسي؟ اكيد مبسوطين طبعا، ونفسنا انه يحقق الامال اللي احنا حطيناها عليه، وربنا قوي على المسؤوليه الكبيره، ونتمنى منه انه يقدر يشيل المسؤوليه اللي احنا محطوط عليه. احنا عارفين ان هو وقته قصير عشان يثبت كل المطلوب منه، بس ربنا معاه واحنا بنصلي له وبندعي له. ايه رايك في المحاولات اللي بتعملها جماعه الاخوان الارهابيه كل شويه علشان يدوا مظهر للعالم سالم؟ هم نعملش مشاكل معاهم، ومعلش ربنا يهديهم ان شاء الله، ما نقدرش نقول غير كده. واحنا جايين من فرنسا ولا عشان نقابل السيسي؟ عشان بنحب السيسي. ماشيين في الطريق من امبارح من الساعة 5، وصلنا هنا الساعة 7 الصبح، من الساعة 7 الصبح واحنا واقفين. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، سيسي سيسي سيسي، تحيا مصر مصر مصر. عايزة تقولي ايه النهاردة والرئيس السيسي موجود في المانيا؟ انا مبسوطة جدا، ونفسي ان انا اقول له نورت المانيا، وبيوت مصر كلها تحت امرك، احنا ممكن نعملك اي شيء. وبنتي سابت النهارده المدرسه بتاعتها وجت عشان تسلم عليه. احنا كلنا وراه، احنا كلنا وراه، كلنا وراه، احنا كلنا ورا الرئيس، كلنا معاه.